معنا للحديث عن هذا الموضوع عبد العزيز الرماني، خبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامنية. أهلا بك معنا أستاذ. بداية، رسميا تنطلق عملية التسجيل للحصول على دعم السكن بالمغرب، برأيك ما هي أهمية هذه الخطوة بالنسبة للطبقتين ذات الدخل المنخفض والمتوسط؟ طبعا أهمية أننا الحمد لله من بعد 2020 والفوق احنا غاديين نحو الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك. نعم، تكلمت عد قبل قليل على المشاريع الكبرى ديال الماء، الله تعالى باش وصلنا ل 2030 ويخلي 50% من المغاربة يستافدوا من الماء عبر التحلية و 50% الاخرين يستافدوا من الماء المتبقى اللي ما غيضيعش لان غتعوضوا ديال التحليه، وبالتالي كنتوقعوا ان شاء الله انه من بعد 2030 المغرب يكون جاهز بزاف الامور اللي ان شاء الله اقتصاديا واجتماعيا مهمه. ولكن في مجال السكن، مجال السكن هذا مشروع مهم. هذا المشروع تنزل طبعا تطبيقا للتوجيهات الملكيه باش نحيدوا ديور الصفيح، نمحيوها من حياتنا، لان لا هي كتليق بوجهنا، لا هي كتليق موقعنا، لا هي كتليق مكانة المغرب والجاذبية الاستثمارية ديالو. دوك ديور ديال الصفيح اللي كانوا منتشرين في العدد ديال المدن خصهم يحيدوا. هذا بالنسبة للطبقات الفقيرة اللي كيكون عندها دوك ديور الصفيح. ولكن كاينه الطبقات المتوسطة اللي واخا هي كارية أو لا هذا كتعاني الأمرين، وبعض المرات كتقول لك والله كل لقيت ديور الصفيح حتى نمشي نسكن فيهم. طبعا هالطبقة المتوسطة من أجل كرامتها وحماية موقعها ودورها المهم جدا في الاقتصاد الوطني جالي هذا المشروع. إذا هذا المشروع عنده جوج جوه، عنده جوج الواجهات، بحال كما السكن المهم كيكون عنده جوج الواجهات، عنده الجهة الفقيرة وعنده الجهة المتوسطة. الجهة الفقيرة هي قل من 30 مليون إلى بغت تقتني السكن. طبعا الدولة أعطتها امتياز انها يمكن تستافد من ديك عشرات المليون ديال السنتيم اللي هي 100,000 درهم طبقه، ولكن في حد 30 مليون وتحت. ملي كنقول 30 مليون كنقول من عند 30 مليون، يعني يمكن المول 30 مليون سنتيم يستافد. الطبقه الاخرى اللي غترتفع وتاخذ شي دار ديال 40 مليون ولا 50 ولا 55 ولا 60 حتى ل 70، يعني حتى لهاد السقف ديال 70 كيمكن لها تستافد من واحد الدعم ديال 7، علاش؟ ديال 7 الملايين سنتيم اللي هو 70,000 درهم، علاش؟ لأن هي طبقة كيف ما كان الحال الله تعالى يعني رازقها شوية، يعني يمكن لها تجرأ أكثر على السكن الأكثر شوية. إذا ما بين هذه الطبقتين كيجي هذا الدعم، أولا من أجل دعم طبقتين، الطبقة الفقيرة والهشة ضعيفة شوية اللي عندها صعوبة الولوج السكن، والطبقة المتوسطة اللي عندها دور كبير في المجتمع المغربي في الاقتصاد الوطني اللي هو المساهمة في بزاف الديناميكيات الاقتصادية. هنا كنقولوا ما الجديد هو ماشي فقط الناس اللي كاينين في الداخل، لا حتى الناس اللي كاينين في الخارج كيمكن لهم يستافدوا، ولكن كاينه شروط، يعني ماشي حتى ما يوقعوش كما طيب استاذ سنعود الى شروط الحصول على هذا الدعم المباشر لاحقا، لكن يعني ليس فقط المغاربه الذين يودون الحصول على السكن هم فقط من سيستفيدون من هذا البرنامج، وانما العاملون في هذا القطاع، قطاع البناء، سيستفيدون بدورهم ايضا من هذا البرنامج الذي ربما سيشجع ايضا على الاستثمار في هذا المجال، اليس كذلك؟ هذا ماشي أليس كذلك، هذا سؤال مهم بزاف، لأنك فعلا وضعتي وتوجهتي في اتجاه آخر اللي هو مهم. ماشي كنهتم فقط بالطبقات المتوسطة ولا الطبقات الفقيرة ولا الجالية ديال المغرب، كنهتم حتى يعني كنقصد بأن في هذا المشروع، في هذا الورش الملكي الكبير، حتى بالنسبة للمنعشين الاقتصاديين خاصة في مجال العقار. نعم عندك الحق، هاد الناس ايضا لانه تعذبوا في مرحله كورونا، تعذبوا فيما بعدها، كان شويه المعاناه، الان كيمكن يوقع واحد الانتعاش، ولكن من طبيعه الحال بحدود الشروط المحدده. خاص هذاك الترخيص ديال السكن
يكون في هذا 2023 ابتداء من يناير. نعم 2024. لا انا كنهضر على 2023 يناير ديال الترخيص، اما 2024 هو بدايه الاستفاده، هي اللي تعلن عليها هذه يومين. نعم في هذا الاتجاه كنكونوا سالمين في المواقع ديالنا، انه ما يمكنش تكون تلاعبات في العقار، انه ما يمكنش تكون تلاعبات في الاثمنه، انه ما يمكنش تكون تلاعبات في الترخيصات، يعني تجيب لي منزل قديم وتدخلوا لي في هذا المسار. فهذا الشيء خذت فيه الدوله واحد الاحتياطات، زادت عليها ان هذا المنزل اللي غتستافد منه تكون انت ما سبقش استفدتي من شي عمليه، وايضا تكون عندك حدود 5 سنين اللي وضعتها الدوله، معنى ان الحدود واضحه. ولكن مع ذلك كل شيء دارته الدوله باش يكون هذا البرنامج شفاف واضح ومهم في المرحله المقبله، ولكن خاص شويه الجديه والمعقول باش ما يتلعبوش به بعض الناس. من طبيعه الحال في اطار الاستفاده الثمن ديال الدار يكون هو 30 مليون، يجي يدير له 35 او لا يجي يدير له 23 او لا. هذا التلاعب في الاثمنه طبيعه الحال يجب ان تواجه الدوله مزيد من الاحتياطات، لان ممكن واضح ان المنعش يبغي يستافد اكثر، ولذلك يجب باش توضع هذه المسائل في اطارها القانوني ومن طبيعه الحال في اطار المشروع كما بغاه جلاله الملك. واضح. الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبد العزيز الرماني، اشكرك على كل هذه المعطيات.